Τρόπα, Γκρέν Λούζα. Εγκαλία Δελτά, Εσανίχα, Γκρέν Λούζα, Μίμη, Γκρέν Λούζα, Μίμη, Γκρέν Λούζ. Από κουβαϊδέ. Πού σα βρά? Το πόδι. Η οπτική σου μία. Τι είναι η θαλέτα κύριε? Η θαλέτα είναι η αντίκα. Λε, και δεν θα ουστήν τη φύξη. Ουί, τι θα μου αγκρανίου. Εθαλία σαν του πλέον μετά από μαριέν από γαϊδέντα. Βίζουν στη γκρανίους. Δεν του σάμπα γκρανί λούζα. Η μαρία του τους δίλιας είναι φλέξενς, θα λέω από τότε, που είχα φλέξει πιόν. Λέχνα που να βεβούλχα, λέμε βλέπουν στη δημιουργία μας, είναι δύο σκουίμς. Λέει σάμπα δεν σάμπα δημιουργία μας, δηλαδή πάτε σκουίμες. Φλέξ σκουίμες δεν, τους φλέξει πιόν. وي السايت بلاند بتاع هذه الخلايا يحتوي على حبيبات جمع بيزوفيليك جرانيولز ولو يا جماعه طبعا هي فيها تفاصيل كتير قوي بس هقول لكم الجزء اللي يهمكم الخلايا دي بتفضي محتوى الجرانيولز بتاعتنا لبره في السبيسز اللي بين الخلايا ولو ان محتوى الخلايا ده يا جماعه بيعمل زي ماده اسمنتيه بين الخلايا يعتبروها سكين بارير بارير يعني ايه؟ يعني عازل للجلد بيمنع احتراق الميه للجلد وبيمنع احتراق الميكروبات او البكتيريا او الفورين بارتكلز انتو ذا سكين يعني تعتبر دي حاجه من الوسائل الدفاعيه للجلد وعندكم سؤال جه بيزون البروتكتيف فيتشرز اوف ذا سكين ايه الحاجات الدفاعيه اللي موجوده طبيعي في الجلد ده انا عندي لانجر هامز خلايا دفاعيه هتقول بتشتغل ازاي وعندي الطبقه بتاعت الاستراتا الجرانيولوزا بتفضي محتويات الجرانيولز بتاعتها محتويات الجرانيولز دي بتعمل ماده اسمنتيه سيمن سبستنس بتمنع اختراق الميكروبات والبكتيريا انتو ذا سكين فبنعتبرها ايه يا جماعه سكين بارير او عازل للسكين طبعا الكيراتين طبعا انا عندي من بره خالص كيراتين قدر يخترق هيلاقي السيمن قدر يخترق هيلاقي لاندر هاند يعني كلها حاجات بتساعد بعض سيلز اوف ستراتوم براني لوزا ها they constitute يعني بيكونوا barrier عازز للبنتريشن اوف فورين ماتيريال. حلو كده؟ بعد كده ليير نمبر 4 اسمها ستراتم ليوسيدان او بنسميها سيريال لاير. اللاير دي مهمه جدا في الجدول المقارنه بين الديك والدين الدين من الحاجات كده اللي بدور عليها بعيني عايز الاقيها. الطبقه دي موجوده فقط في الديك سكين. او اوضح بكتير في الديك سكين حتى لو موجوده في السين هتبقى مفيعه قوي فدي من الفروقات المهمه في الكومباريزون بين الديك والتين سكين يعني نقدر نقول ان طبقات الكيراتين والفايبر في الديك سكين 5 لير وفي التين سكين 4 لير لو الكلير لير دي ممكن تكون مش موجوده خالص اللي هي كلير لير او الستراتا بيزنا وخلي بالك معايا لحد الجرانيولار لير لحد الستراتا الجرانيولوزا الخلايا دي كانت خلايا حية وفيها الأنوية بتاعتها والأورجانيزم. ابتداء من الكلير لاير الخلايا بتبتدي تفقد الأنوية والأورجانيزم بتاعتها مش هيبقى فيها أي نوكلاي ولا أورجانيزم وتبتدي تحوش الكيراتين اللي فيها الأول في مرحلة immature ثم المرحلة الناضجة خالص أو الماتيور ستيج اللي هي البورني لاير. يبقى الكلير لاير دي عبارة عن تين لاير طبقة هي باينه هنا كفراغ ابيض قدام عباره عن ايه؟ فلاتن ديد سيلز خلايا ميته مبططه ما فيهاش نيوكلاي ولا اورجانيزم يا محمد الكيراتين اللي بتحوش فيها المرحله اللي قبل النضوج يبقى اقول عليها ايه؟ immature كيراتين واللي بعديها اقول عليها ايه؟ mature كيراتين لكن هنا خلي بالك من اول الكلير لاير نو نيوكلاي نو اورجانيزم اند سيلز ار ديد عارفين ايه اللي بيساعد كمان الخلايا تموت؟ ان السيمن سبستنس اللي هو تحوش بين الخلايا ده بيمنع الديفيوجن بتاع البلاد سبلاي وبالتالي
بيبتدي عامل يسرع the death of the cells with accumulation of keratin. فلازم تقول ان الطبقة دي more apparent. Apparent يعني عن اوضح بكتير في thick skin, ممكن تكون absent تماما في thin skin. هي طبعا مش هقول لك عليها الارض طبعا ده thick ولا thin thick قوي. كل اللي فوق ده الابيدرمس الطبقه الحمراء اللي فوق كيراتين او بورني لير ونون نيوكليت الطبقه بتاعتها كلير لير. لا يمكن في اي عينه من الثين سكين اشوف الكلير لير بهذا الوضوح, لا يمكن. اوصل للمور سوبرفيشال اللي احنا سميناها ايه؟ بورني, واسمها باللاتيني ايه؟ ستراتم كورنيا. ستراتم كورنيا طبعا هنا بقى دي الطبقة يا ولاد اللي انتوا كنتوا بترسموها مع الستراتيفايد سكويمس ابيثيليا, شرط حمراء او خطوط حمراء كده, كنا بنقول دي عليها طبقة الكيراتين مع الكيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليا. كنتوا بترسموا طبقة حمراء كده قشور لا يوجد فيها اي انوية ولا نيوكليار ولا اورجانيل, خلايا ميتة, كل السيتوبلازم بتاعها فتح على بعضه ومليانة كميات رهيبة من الكيراتين, ما فيهاش انوية ولا أورجانيلز نهائي. الخلايا دي يا جماعة بيسموها هورني لير, الطبقة دي بيسموها هورني لير, ساعات بيسموها سكيل. سكيل يعني ايه؟ يعني قشور. يبقى دي بتبقى طبقة تخينة, بتبقى قشور. وبيسموا السيلز نفسها هورني سيلز. يبقى مين هما الهورني سيلز؟ الهورني سيلز هما الطبقة بتوع الستراتا كورنيا, هما الديد سيلز اللي بيبانوا كقشور لونها احمر اسيدوفيليك سكيلز. ضمنيا هي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا ميته فقدت الانويه والاورجانيلز بتاعتها, والسيتوبلازم بتاعها مليان انهي نوع من الكيراتين؟ الماتيور كيراتين. عشان كده قلنا دي اعلى مرحله من النضوج لما وصلت للاير نمبر 5. هما اللي قبليها كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا مراحل انقسام وتطور وماتوريشن لحد ما اوصل للاير النهائيه خالص اللي هي الموست ماتور لاير, بتديني الهورني لاير وبسمي الخلايا اللي فيها هورني سيلز. لان كده يا جماعه الطبقات بتاعتي سيفرال لايرز اوف اسيدوفيليك سكيلز. يعني ايه سكيلز؟ اهي سكيلز يعني القشور. تمام؟ دي الكارت اللي هتشوفه في المعمل بتاع التيك سكين طبعا, الويبي بيزنس ممبرين فيما فوق, كل ده ابيدرمس. علميا اسمي الطبقات بتاعتي دلوقتي بسميها, مش بسميها وانا في تو 1 ستراتم بذال, ستراتم سبينوزم, والاثنين مع بعض بسميهم مالتيجيان. المحببه بالازرق ستراتم جرانيلوزا, الخط الرفيع البتان كلير لاير او ليوسيدم, القشور كورني لاير او الكورنيا. تمام؟ طيب النون كيراتينوسايتس, اول واحده عندي الميلانوسايتس. الميلانوسايتس دي يا جماعه هي الخليه الكبيره قوي دي وليها دراعات كتير قوي زي ما انت شايف. حد يفكرني الميلانوسايتس قلنا موجوده في انهي طبقه؟ في الستراتم بذال زي ما انت شايف, هي قاعده بين السيلز والستراتم بذال واوطى منهم كمان شويه. والخليه دي ليها دراعات طويله واصله لحد الستراتم سباينوزا, عشان كده بيقول لك برانش سيلز. يعني ايه برانش؟ هي الدراعات اللي طالعه منها دي برانشز او فروع بتاعتها, موجوده ضمن الخلايا او الستراتم بذات. الخلايا دي يا جماعه بتصنع ميلانين, والميلانين ده بروتين, يبقى هي بروتين فورمينج سيلز. النيوكليس بتاعها سنترال وراوند, هيبقى فين ولا ضاد؟ فين طبعا؟ او بزيكولا ممكن اشوف فيه نيوكليولس, وفيها الاورجانيلز اللي بتصنع البروتين ار بي ار وجولجي وميتوكوندريا وغيره. اي خليه كانت بتصنع بروتين كنت بشوف فيها ايه يا دكاتره؟ جرانيولز. في الاندوكراين كنت بقول سكريتوري جرانيولز كونتيننج ذا هرمون. هنا عندي كوبايات اهي الغامقه اللي انت شايفها دي كونتين ميلانين, فالعلماء سموا الحبيبات دي ميلانوزومز. وات ار ذا ميلانوزومز؟ دولت الجرانيولز اللي فيهم ميلانين اللي صنعتهم خليه الميلانوسايتس. معايا لحد كده؟
يبقى دي خلية ضخمة كده وليها ذراعات طويلة قاعدة ضمن السيل بودي بتاعها، يعني جسم الخلية قاعد ضمن طبقة الجزال، لكن البروسيسز بتاعتها منتشرة ضمن الاسباينوزا. دي خلية مصنعة للبروتين، فيها ار اي ار وجولجي وميتوكوندريا، وصنعت صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الجلد والشعر، كمان بلاقيها في بصيلات الشعر، الميلانوسايت بلاقيها في بصيلات الشعر، وحبيبات الميلانين متحوشة جوه الخلية دي اسمهم ميلانوزوم. خلي بالك في معلومة مهمة، الميلانوسايت رغم انها الخلية المصنعة للميلانين ولكنها لا تحتفظ بالميلانين لنفسها، ما بتدي لمين؟ بتدي لاخواتها الكيراتين وسايت اللي موجودين حواليها. ازاي؟ ان الميلانوزوم بتمشي في الذراعات بتاعت الخلية ويقول لك انجكتد، يعني بتفضي جوه خلايا الكيراتين وسايت. المعلومة دي مفهومة؟ يبقى الميلانوسايت is the melanin forming cell، لكن الكيراتينوسايت is the melanin carrying cell، يعني مش بتحتفظ بالميلانين لنفسها. حبيبات الميلانين اللي سميناها ميلانوزوم مشيت في الذراعات بتاعت الخلية وفضت جوه خلايا الكيراتينوسايت. خلي بالك الموضوع فض دي، لان ادي الميلانوسايت بتاعك ايه؟ قاعده ضمن الكيراتينوسايت او الجزال وليها دراعات طويله ماشيه فيها مين؟ الميلانوزومز. الخليه دي لما فضت الميلانين بتاعها على الكيراتينوسايت اللي جنبها، انت شايف حضرتك الميلانين راح قعد فين؟ قعد فوق النواه بتاعت الكيراتينوسايت. ليه؟ لان الميلانين ده هو اللي بيمتص وبيوزع الالترا فايولت ريز اوف ذا سكين اوف ذا سن عشان يحمي النواه بتاعت الكيراتينوسايت، لان احنا قلنا السكين كانسر سكين. من اسباب اهم اسباب دي ايه؟ التعرض المباشر لاشعه الشمس. الشخص الاشقر او اللون او الالبينو الالبينيزم اللي هو ما عندوش ميلانين، النواة بتاعت خلايا الجلد، يبقى النواة دي هتكون معرضة مباشرة للالترا فايولت ريز اوف ذا سان، ودي مضرة جدا خصوصا في الوقت اللي فيه الويف لينث بيبقى قليل قوي، اللي هي الوقت الحر قوي اللي قلنا عليه. في الاشخاص العاديين المفروض الميلانين ده بيعمل كاب كده زي بنيطة يغطي النواة بتاعت خلايا الجلد فيحميها من الالترا فايولت ريز اوف ذا سان، ما تخشش في انقسام غلط اللي هو inducing the malignancy of the skin. فهمتونا يا جماعه؟ يبقى الميلانين يا جماعه خلي بالك، عشان كده قلنا دلوقتي الناس كلها بتحط ايه؟ صن بلوك والصن سكرين والحاجات دي كلها، دي فعلا للحمايه لانها بتمتص وبتعكس الاشعه الضاره بتاعت الالترا فايولت ريز اوف ذا صن، ودي ما بتبقاش حاجه يعني دفاعيه او اماليه، لا دي حاجه فعلا احتياج للشخص، خصوصا الناس البيض قوي او كده دول لازم يعملوا الحمايه للجلد بتاعهم، لان من اهم اسباب الكانسر سكين واصعب نوع فيها اللي قلنا عليه مالجنت ميلانوما هو دايركت اكسبوجر لفترات طويله للالترا فايولت ريز اوف ذا سن. يبقى طبعا بروتكت السكين، يبقى الميلانين ده ليه فايدتين، هو اللي بيدي لون الجلد اشقر ابيض اسمر مش عارفه ايه، وبيعمل الحمايه ضد الالترا فايولت ريز اوف ذا سن. مالجنت ميلانوما قلنا دي اصعب نوع من انواع الكانسر سكين. ليه؟ لان الخلايا بتاعت الميلانوسايت اللي بتخش في الختام هي قاعده على البيزاليه وتخترق البيزمنت ممبرين، وطبعا الكونكت تيشو مليان بلاد فيسلز ولمفاتيك كابيلاريز، عرفنا المره اللي فاتت ان التيومر سيلز بتسبريد عن طريق البلاد واللمفاتيك، تقدر تنتشر وتروح لاماكن سكندريز كتير
وقلنا مريضنا الميلانوما هو خطير جدا للكانسر سكين which is fatal. fatal يعني عادة بيؤدي إلى death of the patient. لانجر هانز خلي بالك بقى معايا خلية اللانجر هانز اللي هي الخلية الدفاعية بتاعة الجلد هي موجودة فين؟ في أنهي طبقة؟ في الاسبانيول خلية اللي زي النجمة دي يقول لك ستار شيب سيل موجودة بين طبقة الاستراتوم الاسبانيوزا وستار شيب خلي بالك برضه هي عندها شوية بروسيسز كده الخلية دي بقول لك دي فاجوسيتك سيل يبقى الاوريجن بتاع الخلية دي جاية منين؟ الموسوسايت برافو عليك الخلية دي يا جماعة في القطاعات المسبوبة بالـ H&E لقوا بيبقى لونها بيل قوي يعني السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيل ممكن النيوكليس بتاعها يبقى شكله irregular او مش منتظم شوية لكن السيتوبلازم بيبقى بيري بيل فأسألك ايه السبيشال ستين اللي بفحص بيه الفاجوسيتك سيل الفيتال ستين برافو عليك زي البيبان بلو تمام يبقى زيها زي اي فاجوسيتك سيل طيب الخلية دي عليها كلمة واحدة مهمة بالميكروسكوب الإلكتروني وده شكل النيوكليس بتاعها يقول لك ممكن يبقى اندنتد اندنتد يعني في زقة بسيطة كده بيفكرني بالشكل العادي بتاع المونوسايت والماكروفاج والأنوية بتاعت الخلايا بس هنا ما بيقولوش عليها بالظبط كده كدني شيء لا يقولوا اندنتد يعني مزقوق شوية لجوه الخلايا دي ده جزء من السايتوبلازم بتاع اللانجر هانز سيل تحت الميكروسكوب الالكتروني مركز لي على حبيبات وصفها عالم اسمه بيربك الحبيبات دي شكل مضرب يا دكاتره مضرب راكت عارفين الراكت بتاع بتتعبوا بيه على البحر ده دي سموها بيربك جرانيولز ولقوا ان البيربك ده ايه؟ البيربك جرانيولز دي تحتوي على هايدروليتك انزايم يعني دي نوع من انواع اللايسوزومز وشيء طبيعي قوي ان انا الاقي خليه فاجوسيتك او خليه دفاعيه زي دي الاقي لايسوزومز بس هنا اللايسوزومز بتاعتها في شكل البيربك جرانيولز دي اللي هي شبه المضرب بتاعتها يعني تحتوي غالبا على هايدروليتك انزيمز او انزيمات محلله احنا بنقول اللانجر هانز دي موجوده في طبقه الاسبينوزا لو اي بكتيريا او فورين بودي قدر يخترق الكيلاتين وعدى ووصل لحد اللانجر هانز اللانجر هانز دي بتعمل حاجه من الاثنين بتعمل فاجوسايتوزس للميكروب ده ممكن تكسره وتخلص عليه باللايسوزومز او البيربك جرانيولز بتاعتها وانتهينا او لو الميكروب ده قوي شويه محتاجه انها تعمل ايه بقى؟ الاميون ريسبونس محتاجه انها تدخل معاها الليمفوسايتس عشان كده الوظيفه الثانيه ليها انتيجين بريزنتنج سيل خدنا الكلام ده برضو مع الماكروفاج زمان الاي بي سي قلنا عليه انتيجين بريزنتنج يعني بتاكل الانتيجين بس مش قادره تهضمه كله بتكسر حته منه وتعرضه على السطح الخارجي بتاعها لمين؟ للتي لمفوسايتس والتي لمفوسايتس هي اللي تبدا السبيسيفيك اميون ريسبونس ضد الانتيجين الغريب اللي دخل الجسم معايا يبقى هي ليها وظيفتين فاجوسيتك اند انتيجين بريزنتنج سيل هي الخليه الدفاعيه بتاعت الجلد تشتغل ازاي يا ابني؟ لانها فاجوسيتك سيل وانتيجين بريزنتنج سيل مفهوم؟ هما الانتيجين بريزنتنج سيل في الاوتوسكيل. هتكمل السؤال ده. Which cell derived؟ derived يعني جايه من precursors يعني الام بتاعتها originating in the bone marrow وبتشتغل كانتيجين بريزنت طبعا انتوا عارفين النص الاخير النص الاولاني ده مش معانا لان المونوسايت جاي اصلا من البولمر صح من النخاع وراحت الدم فاسمها مونوسايت خرجت من الدم لبره راحت الجلد بقى اسمها ماكروفاج وبقى اسمها لانجر هانز ماشي لو نفكر شويه معلش الماتريكس العالم اللي اسمه ميركل وصف الخليه الحسيه دي
والخلية دي كلها موجودة ضمن الستراتم بتاعها. هي الخلية في النص دي فيها قرنين شوية، وحواليها الخلايا العاديين بتوع الكراتين وسايس والستراتم بتاعها. برضه النيوكليس بتاعها بيبقى شكله ايريجولار شوية. بما ان الخلية دي حسية يبقى لازم يوصل لها ايه؟ عصب نيرف. النيرف بيجي منين؟ بيبقى ماشي في الكونكتيف تيشو تحت. الاول بيبقى متغطي بالمايلين شيت، تعرفوا المايلين؟ تعرفوه. اما يقرب للبيزمنت مبرين يقفل المايلين شيت بتاعه، يخترق البيزمنت مبرين ويروح ينتهي تحت خليه الميركل بحاجه اكستنشن زي كوره كده يسموها ميركل ديسك. يبقى دي نهايه العصب تحت خليه الميركل. عمل انتفاخ كده اسمه ميركل ديسك موجود تحت الميركل سيل. خليه الميركل دي خلية حسية فبيسموها ميكانو ريسبتور. يعني تحس ايه؟ تحس التاتش والبريشر، ان انت ماسك حاجة او ضاغط على حاجة. عشان كده لقوا عدد الميركل سيل كتير قوي في الجلد بتاع اطراف الاصابع او نهايات الاصابع بتاعتنا، لقوا فيها ميركل سيل كتير، لان هي دي اكتر مكان انت بتمسك فيه او التاتش او تحس انك ماسك حاجة والكلام ده كله. ف لقوا الميركل سيل دي موجوده بعدد كبير في الثيك سكين، بالذات في الفينجر تيبس. فهمناها؟ وفهمنا يعني ايه ميكانو ريسبتور. ميكانو ريسبتور يعني بيستقبل التاتش والبريشر. ها؟ كوريكت ستيتمنت اباوت ميركل. تمام. سنسوري نير فايبرز، الالياف العصبيه الحسيه، بالترمينيت يعني بتنتهي بديسك اسمه ميركل ديسك تحت هذه الخلايا. طيب layers of the dermis بقى سميناها ايه؟ بابيلاري وريتيكولا. طيب نرجع للصوره دي، الاجزاء من الكونكتيف تيشو اللي عامله من الطبقات وداخله كده بين تعريجات البيزمنت ممبرين دي البابيلاري، بقيه الكونكتيف تيشو تحت الريتيكولا. طيب عشان نعرف الفرق اللي بينهم وما نتلخبطش في الاسئله بتاعته، اول حاجه الجايدين. البلاد فيسلز تفتكروا هتكون موجوده اكتر فين؟ في الكابيلاري لاير ولا في الريتيكولار لاير؟ الاوعيه الدمويه. الكابيلاري لاير اكتر. كابيلاري ولا الريتيكولار؟ كابيلاري. كابيلاري، برافو عليك شاطرين. طب ليه؟ برافو عليك، عشان دي اللي هيحصل منها انفيوجن عشان تغذي كل طبقه الابيدرمس الفوقانيه. بما ان في بيسلز كتير هنا ده يتعارض مع وجود الياف كتير، يبقى الالياف اللي هتكون موجوده في البابيلاري لاير هتبقى الالياف الرفيعه اللي هي تايب كام؟ تايب 3. تايب 3 كولاجين فايبر مع شويه الاستيك فايبرز، دي اللي موجوده فين؟ في البابيلاري لاير. والسيلز بقى على العكس، مش احنا كلنا بنشوف عارفين ان هو خلايا والياف، الالياف قليله لكن السيلز هي اللي كتيره. زي مين السيلز؟ فايبروبلاس، اي خليه بقى من دول، الماست سيل او غيره. يبقى هنا الطبقه دي يا دكاتره بتكون اول حاجه بفكر فيها البلاد سبلاي عشان ده اللي هقدر استنتج منه الباقي. دي اللي مور باسكولار فيها فيسلز كتير عشان توصل بسهوله، يبقى ما ينفعش تكون الياف تخينه تتعارض مع البيزنس. يبقى فاين اللي هما تايب 3 وشويه الاستيك معاهم، لكن مور سيلولار عادي ده مفيش مشكله. الطبقه التحتانيه الريتيكولار لير، البيزنس قليله يبقى ممكن الفايبرز الدنس. مين اتخن نوع من الكولاجين؟ كولاجين تايب 1 اللي بيبقى موجود ان باندلز واحده. خلي بالك في ناس كتير بتتلخبط وبيقولوا لي الريتيكولار لاير دي يعني فيها ريتيكولار فايبر. طبعا اللي فاكر ان احنا قلنا ان تايب 3 كولاجين زمان هو ده الريتيكولار فايبر اللي هي اربع انواع الفايبر، ما تتلخبطش الكلام ده غلط. الريتيكولار لاير اوف ذا ديرمس دي اللي فيها الدنس فايبر، الفايبر الكتيره المحترمه بتبقى كتير جدا وبتعمل تشابك مع بعض، ده سبب التسميه فقط انها ريتيكولار. لكن نوع الفايبرز مش الريتيكولار فايبر، ده أدخل نوع من الكولاجين اللي هو الكولاجين تايب 1، وكمان الاستيك فايبرز كتير. وخلي بالك ان احنا كل ما بنكبر في السن
تصنيع الإلاستيك فايبرز في الجلد بيقل، وهو ده اللي بيخلي الجلد بتاعنا يكرمش لما نكبر، اللي هو يقول لك رينكلز. رينكلز يعني الجلد بتاعنا ابتدى يكرمش او يتني كده، لان الالياف اللي كانت شداه قلت، وبالتالي تصنيع الكولاجين والالاستيك فايبرز في الريتيكولار لاير اوف ذا ديرمز بيقل ويز ايج، ده اللي بيعمل رينكلينج اوف ذا سكين. خلاص يا دكاترة، هنا بيسألني عن البابيلاري لاير. بابيلاري اللي فيها الفاين، برافو عليكم، والريتيكولار اللي فيها الدنس اللي هو كولاجين تايب 1. ماشي؟ طيب في العينة بتاعت الثيك سكين في الرسم، أو أنت لما تيجي ترسم وتحط البيانات، احنا شفنا الابيدرمز والدرمز، هلاقي بقى حاجة في الدرمز اسمها السويت جلاندز أو الغدد العرقية. السويت جلاندز دي موجودة في كل أنواع الجلد بتاعنا، سواء الثيك أو الثين، بس أكتر فين؟ في الثيك، بنعرق دايما بإيدينا كتير، لكن موجودة في النوعين من الجلد. دي اكزوكراين ولا اندوكراين جلاند؟ اكزو ولا اندو؟ اكزو. يبقى هلاقي وحدات افرازيه وهلاقي ضغط في الاستكريشن يطلع على سطح خارجي الجلد. الوحدات الافرازيه بتاعتها او اللي كنا بنسميها ايه زمان؟ الاسيد نار. دي موجوده في الدرمز. دي موجوده في عمق الدرمز. دي في الدرمز. اخر حاجه في الدرمز قريبه من الهايبودرمز خالص. طيب دي اللي افرزت مكونات العرق، الميه والملح واللي واللي. ده هيروح فين؟ والضغط يا جماعه هتفضل ماشيه في الدرمس كله، وتخترق البيزمنت ممبرين، وتمشي بين خلايا الابيدرمس، وتفتح على السطح الخارجي للجلد خالص. في الفتحات المدوره فوق دي، دي بيسموها سويت فور. فور يعني الفتحه اللي بيخرج منها العرق على السطح الخارجي للجلد. يبقى دي الجلاندز دي اسمها ايه؟ اسمها سويت جلاندز، غدد عرقيه. السويت جلاندز دي بما انها اكزوكراين جلاند يبقى فيها جزئين، الوحده الافرازيه اللي هي الاسيناي موجوده ديب ان ذا ديرمز، دي اللي بتصنع منتج السويت نفسه. وبعد كده بتاخد الضغط بتمشي كل الديرمز، بتمشي كل الابيدرمز، وبتفتح الفتحات على السطح الخارجي للجلد بنسميها سويت فور. السويت جلاندز دي موجوده في انهي نوع من الجلد؟ الاثنين. عددها اكتر فين؟ في الثيك سكين. الفتحات دي اللي فوق شفتها؟ السويت فور. لكن الضغط جت من تحت خالص وكملت 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 لحد ما فتحت على السطح الخارجي للجلد. عندكم في الكتاب كلينيكال ابلكيشن اسمه هايبر ديليروزس. مش ضروري بقى نتكلم عن هو الاكسسيف سويتنج، العرق الجامد قوي عند بعض الناس في كف الايدين بتاعتكم، دي من الحاجات اللي هي ما بتخليش الشخص ده يخش الكليات الحربيه ولا الجيش ولا الشرطه ولا الكلام ده. ممكن اقولها لكم بعدين، نخلص دي وبعدين نسالكم. طيب الثين سكين، اي مكان في الجسم ما عدا البالم والسورس. ارفع جلد عندنا يا جماعه الجلد بتاع الاي دي، واتخن جلد بس احنا في الثين بتاع الشولدر والباك، حتى تحس ان هو اقل كده اساسيه شويه من بقيه الجلد بالنسبه لك. طيب طبعا اي حاجه في الثين سكين هي هيجي على طول. صح نايم يا حسين؟ حسام صح ولا طيب. دي الرسمه بتاعت الثين سكين، ايه اللي لاحظناه؟ نمبر 1 التمويجه بتاعت البيزمنت ممبرين واضحه ولا غير واضحه؟ لا احنا سميناها ديرمال بابيلي، لا مش واضحه، اقل في العدد والانتظام اقل، ليس بروميننت، والنمبر بتاعها اقل. السمك بتاع الابيدرمس تخين ولا رفيع؟ رفيع. طبقه الكيراتين اللي على السطح تخينه ولا رفيعه؟ رفيعه. طيب الابيدرمس بتاعي نازل منه ايه في عمق الدرمس؟
نازل منه وصلت الشعر اللي بسميها الهير فوليكل. الشعر اللي في راسنا دي الهير نفسها او على اي حاجه من الجلد دي الهير، لكن المنبت بتاع الشعر جاي من عمق الجلد جاي من الدرمز بيسموها الهير فوليكل. دي اللي قلت لك من شويه برضو دي تحتوي على ميلانوسايتس، لان لون الشعر بتاعها مختلف من شخص للتاني، كل ما كان الميلانين اكتر كان اللون اسود وهكذا. معايا؟ يبقى اي عينه في الثين سكين هلاقي الابيدرمس نازل كده بالمنبت بتاع الشعرايه اللي بسميها الهير فوليكل. واللي فوق دي ايه؟ اسود، دي شعرايه نفسها، طبعا دي بتقع في التحضير ومش بشوفها في السلايد بتاعك. الهير فوليكل دي يا جماعه يعني كان مثلا ازازه حاجه ساقعه كده وجواها شاليمون، صح؟ فالقطعيه بتاعتي لما نعدي بالعرض تطلع شكلها ازاي؟ انتوا بتشوفوها في المعمل ازاي؟ كور كده وجواها حاجه صفراء او فاضيه، صفراء ده مكان الشعرايه اللي وقعت. يبقى التي اس القطاع العرضي في الهير فوليكل، يعني كان الازازه دي اللي بقول لك عليها وجواها الشاليمون انت قطعت فيها بالعرض. الازازه نفسها دي الهير فوليكل، جسم الهير فوليكل، والحته اللي في النص اللي هي الشاليمون دي وقعت يا شفتها حاجه صفراء. ده الكروس سيكشن في الهير فوليكل. الطول بتاع البصيله كلها انت تشوفها مقطوعه بالعرض، ماشي؟ طيب ادي حاجه، انا دلوقتي بتكلم في حاجه اسمها السكين ابندجز، مشتقات الجلد اللي عندك في الجدول بس بنفهمها احنا الاول. اول حاجه اللي هي الفوليه. نمره اثنين، في غدد سفنيه مرتبطه بالهير فوليكل، يبقى اكيد مش هتكون موجوده غير في انهي جلد؟ الثين سكين. اسمها ايه الغده دي؟ سيبيشس جلاند، وبتفرز ماده دهنيه اسمها سيبم. سيبم زي ما انت شايف ان هي دي جلاند وهي علامتها بتاعتي، ليها ضغط صغيره قوي يا دكاتره. فين الضغط بتاعتها؟ اهي بتفتح على الابر بارت اوف ذا هير فول. يبقى هي برضه وحده لانها اكسفلاين بلاند وضغط، الضغط بتاعتها بتبقى قصيره ودايما مرتبطه اسوشيتد ويز هير فوليكل. عشان كده الحاجتين دول مشتقات الجلد الرفيع، الهير فوليكل والسيبيشال بلاند اللي بتفتح عليها. السيبيشال بلاند دي بتفرز ماده دهنيه، صح؟ والماده الدهنيه دي مياده معايا، الماده الدهنيه دي زي اي ليبيد بيدوب لما اسبغ العينه بتاعتي بالاتش. مفرغه او رغاوي او باكيوليتد او كومي، كل التعبيرات اللي احنا عرفناها 100 مره قبل كده. الافراز بتاع الغده دي بيمشي في الضغط ويفتح على سطح الجلد والشعرايه. ايه اهميه السيبم ده؟ السيبم ده هو اللي بيدي لمعه لشعرنا وجلدنا، خلاص؟ وهو اللي ايه كمان؟ لو قعدنا مده كده نسينا نستحمى نلاقي شعرك مزيت، لقينا زيتنا لان الكميه دي بقت كتيره بقى ما بتتقطش ما بتتنضفش، تمام؟ هو بيدي لمعه وكل حاجه بس ما ينفعش يبقى في زياده عن اللزوم. ولقوا كمان يا جماعه ان ليه بروتكتيف فانكشن، انتي بكتيريال وانتي فانجر، يمنع اختراق الميكروبات برضو والفطريات للجلد، ماشي؟ عرفناها؟ الكلينيكال ابلكيشن اللي ريليتد للحته دي هو حب الشباب او الاكني بالجاز. اكني يعني حب الشباب، اللي هو بيظهر امتى؟ بيظهر عاده في وقت او في سن البلوغ وبعد كده بشويه، لان الهرمون السكس هرمون في الولاد والبنات وقت البلوغ بتبقى كميتها كبيره في التوقيت ده، والهرمونز دي هي اللي بتحفز او تتحكم في تصنيع السيبم بالسيبيشس بلاند. فزيادة الإفراز بتاعت المادة الدهنية دي ممكن تؤدي إلى obstruction of the duct، أصلا الضغط ضيق جدا. مع السيبم كتير الضغط دي ممكن تقفل، خلاص؟ فالسيبم مش هيطلع على السطح، بيتكون في الحتة دي فابتدي تظهر البثور والحاجات اللي بتظهر في الوش، ومادام أي حاجة مقفولة قلنا تمام ممكن يحصل فيها التهاب أو infection.
الحاجات دي برضه بتحتاج علاج، بس علاج حذر جدا، ومفروض يبقى خارج عن علاج الهرمونات، ملوش اي دعوه ان هو يقلل السكس هرمونز او يدي حاجه تضعف افراز الهرمونز في السن ده. ماشي؟ ومفروض بيدي حاجه زي التذوب او تفك تسلل الضغط بتاع السيبيشن ده. فده بنسميه اكل البنجرس، وده بيظهر في وقت الادوليسنس. الادوليسنس يعني البلوغ او الماتوريتي، والابحاث بتقول ان هو بيبقى شكله اعنف شويه في البويز عن البنات، لما بيبقى كتير قوي كده بيبقى صعب، بيبقى كميته كبيره. عرفناها يا جماعه؟ في كمان عضله احنا بنتكلم عن السكين ابندجز، احنا قلنا الهير فوليكل وفتح عليها السبيشن ده. في السموث ماسل خدناها شكلها ايه؟ سبندل شيب، قلت لكم راجعوها برضه، مغزليه الشكل مسحوبه على الرفيع على الاطراف. العضلات الملساء دي اكستندنج منين؟ من الهير فوليكل لحد البيزمنت ميمبرين. خلاص؟ ودي موجوده فقط في السكين سكين، يبقى الثلاثه دول على بعض. اليونت او الوحده دي من المشتقات الجلديه موجوده فقط في السكين سكين، هما الثلاثه على طول عايز اسمعهم منهم. الهير فوليكل بالسبيشال بلاند اللي بتفتح عليها، بالسموث ماسلز اللي جايه من الهير فوليكل البيزمنت ميمبرين. برضه الهير فوليكل العضله دي اسمها ايه يا دكتور؟ ريكتور فايلي ماسل. سموث ماسل ولا سكيلتال ماسل؟ سموث ماسل. العضله دي هي اللي بتخلي شعرك يقف لما تبقى مرعوب قوي او خايف من حاجه او تعرضت لسمباتات ستريس فظيع، وبرضه بتبان شويه مع الجلد اللي هو الجلد بيبقى مكلش. طب ليه شعر راسك بيقف؟ انت لما بتحكي لما شعر راسك وقف من الفضه او من فوق ليه؟ لان العضله دي بتشد على مين لما تنقبض؟ على الهير، على الهير فوليك، فتروح الشعرايه واقفه كده. ماشي؟ والجلد نفسه بيكرمش، يقول لك بيسموه جوس سكين، زي الجلد بتاع الوزه. اشمعنى الوزه مش عارفه، بس هو بيبقى مكرمش ومنقط كده، هي مكتوبه كده في المراجع جوس سكين. لكن المهم العضله نفسها مع السيمباتيك ستريس، اي حاجه تخوفك او تخضك. ماشي يا جماعه؟ طبعا الجدول ده بيكتب عليه مهم جدا جدا جدا. ازاي هقارن التيك والتيك؟ اول حاجه السايز بتاعتكم، هتقارن لي طبقات الابيدرمس كلها طبعا هتبقى ادخل ناحيه التيك، عشان كده انا بدور على التيك كده وانا بطلع اشوف الطالب ده عارف مركز الكلير او اليوسيت ام دي ابسنت هنا ولا لا. عرفنا ايه هي الديرمال بابيلي اللي هي التعشيقه بتاعت الطبقات مع بعض، والسكين ابندجز عرفناها، ابندجز الزوائد الجلديه. اوعى حد يقول ان السويت جلاندز مش موجوده في نوع من الجلد، موجوده في اثنين عددها اكتر في الثيك سكين. ايه السكين ابندجز اللي موجوده فقط في الثين سكين؟ الهير فوليكل، اهي باينه لي هنا في الصوره قوي. ادي غده سيبيشن بلانت مفرغه بتفتح فيه الكير فوليكل، المصري ممكن تكون كفايه قوي حد هنا في الصوره البيتم ممبرين. هم دول ايه؟ جديد قوي. سويت بلانت، يبقى عندي سويت بلانت برضه في التين سكين، بس موجودين ديب ان ذا نيرفز. ودول الكارتين اللي عندنا في كوتين، ده الاكل بالجارس اتكلمنا عليه، وعرفنا بيحصل اوبستراكشن في الضغط او الريتيليشن بلاند مع الهرمون الانفلونس وقت البيوبرتي او الادوليسنس. هنا بنسالني انهي سكين ادفانتج اسوشيتد وذ ديفلوبمنت اوف اكني بالجارس؟ سويت بلاند سيبيشن بلاند، دي ليها علاقه بظهور الاكل. هنا العضله اللي قلنا عليها ادي الهير دايركشن، وسببها الاريكتور باي ماسل دي اللي ممتده من الهير فوليكل للبيزنس برين. برضه هنا بيسالني ان كيس اوف فير، الخوف الشديد او السيمباتيك ستريس، كونتراكشن اوف اريكتور باي ماسل دي تايب. ماشي، قبل ما اقول السؤال ده حاجه جميله. ماشي يا جماعه، كده خلصنا السكين. مش عارفه المعلومه اللي قلتها في الاول خالص، لو كان حد دخل متاخر.
اللي هو امتحان البري فاينل والفاينل زائد المحاضره التعويضيه يوم الاثنين 8 مايو ان شاء الله. الناس اللي كان عندهم اجازه الاثنين بتاع شم النسيم وما حضروش اللي فات طلبوا مني ان انا اعيد اللي فات، زائد ان احنا نحط بقى التنظيمات النهائيه بتاعت الفاينل ريت الاجزاء امتحان البري فاينل عشان اللي دخل متاخر الاسبوع الجاي. البري فاينل في المعامل كل واحد في معمله هيبقى فقط مع الفوكال سلايد والبروف، لكن الفاينل يبقى فيه اربع حاجات. الفاينل كل الدفعه بتتكلم من 11/5، الحاجات دي بتنزل يا جماعه اللي بتنزلوها لبعض على الجروبات بتاعتكم. انا خايفه انزل الاجازه تتلخبط، كفايه الفاينل. البري فاينل اخد لنا وعلينا في المعامل. البري فاينل ده لازم فيه ازمه. البري فاينل الدفعه كلها بتيجي من 11/5، كل الطلبه يتواجدوا ان شاء الله باذن الله قبل الساعه 9 الصبح. الناس اللي هيفوتها امتحان الداتا شو والدايجرام انا مش عايزاهم الامتحان لو اتنططوا قدامي، معلومه واضحه. الدفعه كلها هتبدا في القاعات الكبيره نمتحن الداتا شو والليبل، عندك تو دايجرامز هتحط البيانات بتاعتهم وتمتحن صور الداتا شو. خلاص هتخلص القاعات هتنزل المعامل هتلاقي نفسك متوزع على واحد من الاربعه معامل وكل معمل عليه اسماء الطلبه. هتمتحن عندي في المعمل الكاردز الكروت والمايكروسكوبيكال سلايد. دي الدايجرامز اللي انا حددتها لك هتحط فيها الليبلز بتاعتها. الثايرويد والبارا ثايرويد ممكن يجيب لك اي غده لوحدها. خلاص كده معلومات واضحه. بلغوا بعض عن المحاضره بتاعت يوم الاثنين 8 مايو ان شاء الله. فيها اعاده شرح اللي فاتت وفيها حاجات الفاينل ريتنج من 11 لوحده في القاعه دي ان شاء الله.